بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في قناة تفسير احلام والرقية الشرعية. النهارده هنتكلم مع بعض عن رمز الحقيبة او الشنطة. هنعرف معناهم بشكل عام، كمان هنعرف شنطة اليد او شنطة السفر، شنطة المدرسية، يعني انواع الشنط المختلفة هنعرف تفسيرهم. اولا الحقيبة او الشنطة في المنام، اللي هي حقيبة اليد، اولا من الرموز اللي بتدل على مال هيحصل عليه الرأي، كمان على علاقة هيكون فيها اسرار او على سر او على امانة هيؤتمن بيها الرأي، كمان من الرموز اللي بتدل على زواج، على وظيفة، على حمل. طبعا في حالة ان الشنطة جديدة ما يكونش فيها اي عيب، يعني ما يكونش ممزقة او قديمة او فيها اي عيب من العيوب. ضياع الشنطة أو سرقتها أو فقدانها، فدي من الرموز اللي بتكون ساعتها غير محمودة، فبتدل على فقدان مال أو صعوبة في حمل أو صعوبة في وظيفة أو إفشاء سر للرأي. كمان رؤية إن الرأي بيشتري شنطة جديدة، فمن الرموز اللي بتدل على حياة جديدة، حياة مستقرة، سواء في حياته الشخصية أو في حياته العملية. شراء الشنطة أو أن يشوف شنطة قديمة في المنام، رؤية الشنطة القديمة في المنام من الرموز اللي بتكون غير مستحبة، فبتدل على سوء علاقة، بتدل على ديون، بتدل على نفاق وإفشاء سر وقلة أمانة. كمان الشنطة الفارغة اللي ما فيهاش حاجة، فدي ممكن تدل على الأسف على وفاة حد من المقربين للرؤية. حقيبة الملابس في المنام، لما يشوف الرأي حقيبة ملابس ما فيهاش أي عيب، يعني مش قديمة مش ممزقة، فدي تغييرات في حياة الرأي، هتكون تغييرات للأفضل. كمان من الرموز اللي بتبشر بتحقيق أمنية أو استجابة دعاء. كمان لو المرأة متزوجة فبشارة بحمل، كمان بتدل على استقرار في حياتها الزوجية. كمان لو كانت امرأة غير متزوجة أو فتاة غير متزوجة فبشارة ليها بالزواج. الحقيبة بتاعت المال اللي هي مثلا المحفظة، دي من الرموز اللي بتدل على حصول الرأي على مال، على فرج بعد شدة، على رزق. لو شاف الرأي ان هو لقاها في مكان، يعني من الرموز اللي بتدل على خلاصه من مشاكل، من ديون. كمان لو كان بيمر بأزمات او صعوبات في حياته، فزوال كل المشاكل دي او كل الصعوبات دي. كمان فقدان الحقيبة كمان من الرموز اللي ممكن تدل على فقدان عمل، على مشاكل في محيط العمل، في محيط او خسارة في اموال خاصة بالعمل. يعني الحقيبة كمان من الرموز، او حقيبة المال اللي هي المحفظة، من الرموز كمان اللي بتدل على رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى. كمان لو شاف الشخص ان هو بيعد الفلوس او الحقيبة دي فيها فلوس وان هو بيعدها ولقاها ناقصة، فده بيدل على ان هو هيواجه شوية ازمة مالية في الفترة المقبلة. سرقة الحقيبة اللي هي الحقيبة او المحفظة، دي من الرموز اللي بيدل على اما فقد عمل او فقد مال. شنطة المكياج، ان تشوف البنت ان هي معاها شنطة مكياج. اولا شنطة المكياج في المنام بتدل على ان هي هتتعرض او هتتعرف على شخص شوية مخادع، محتال، هيحتال عليها او هيحاول انه يكذب عليها في موضوع معين. شنطة المدرسة، ان تشوف الرأي شنطة المدرسة، فبدل على نجاح، على توفيق في حياة الرأي، سواء توفيقه ونجاحه في حياته الدراسية لو هو طالب او في حياته العملية او الشخصية، نجاح في حياته بشكل عام.
شنطة اللابتوب، شنطة اللابتوب أو شنطة الكمبيوتر المحمول، دي من الرموز اللي بتدل على حصوله على ثروة كبيرة. مثلا الثروة دي هتكون من، أو الأموال دي هتكون من مشروع، أو يعني هو هيعمل صفقة أو هيستثمر في صفقة ناجحة. شنطة السفر، شنطة السفر الكبيرة، لو شاف الرأي ان معايا شنطة سفر كبيرة ولكن فارغة ما فيهاش حاجة، ف بتدل على ضياع فرصة من الرأي. ممكن تكون فرصة عمل، فرصة زواج، فرصة حمل. كمان انه بيهتم بالأمور التافهة البسيطة اللي يعني مش بتعود على حياته بالمنفعة. كمان تنظيم شنطة السفر، نشوف الشخص ان هو بيجهز شنطة السفر، فده بتدل على سفر قريب. المرأة المتزوجة كمان لو شافت ان هي بتحمل شنطة تقيلة او شنطة سفر تقيلة، فبشارة ليها بحمل. لكن لو لقيتها ان هي مش قادرة ان هي تشيلها وتقيلة جدا ومش قادرة تحركها، فدي مشاكل هتمر بيها في حياتها، ويمكن تكون كمان مسؤولية أو ضغوط نفسية عليها مثلا من قبل زوجها أو من قبل أفراد عائلتها. رؤية شنطة الطعام، شنطة الطعام من الرموز، لو الشخص شاف ان هو بيحمل حقيبة فيها طعام، فدي من الرموز بتدل على رزق قادم للرائي. امتى بتكون الحقيبة من رموز المستحبة في المنام، وامتى بتكون رمز غير مستحب؟ بتكون مستحبة لما بنشوف ان احنا اشترينا حقيبة شكلها حلو وجديدة، ما فيهاش اي عيب، مش ممزقة، مش قديمة. لو لقينا كده ففي الحالة دي بتبقى رمز محبب. لكن لو العكس، لو شفنا انها ممزقة او قديمة، او شفنا انها اتسرقت او ضاعت او احنا مش لاقيينها، في الحالة دي بيبقى رمز غير محمود، فممكن تدل على ضياع فرصة في حياة الرائي، سواء الفرصة دي فرصة عمل، فرصة زواج، فرصة حمل. كمان بتدل على إفشاء سر للرائي، كمان بتدل على فقدان أو سرقة مال. ده كده باختصار رؤية الحقيبة في المنام، فسرنا أنواع الحقائب بشكل عام. بتمنى أن يكون الفيديو عجبكم. لو في أي استفسار أو سؤال اكتبولي تحت وأنا هرد عليكم. بشكركم جدا وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.